أنا صار لي مدير بهالمصنع فوق العشر سنين. كثير بحب شغلي. أهم شي عندي جودة العمل والإتقان، وما بحب المزح أو الاستهتار بالشغل. I will now call your name. When you hear your name, say yes sir. كورپال كومار. Yes sir. غورنام سينغ. Yes sir. هارواندر بال سينغ. Yes sir. محسن. Yes sir. وهيدا شو؟ بيعطيني لي واحد بهكيزات؟ لك كيف بده يعرف يشتغل؟ تفضل. اهلا بالحلو. اهلا اهلا مستر ميسا، كيفك؟ الحمد لله. والله حضرت لي الريبورت تبع استاذ هاني؟ اكيد اكيد، بس تفضل اشرب شيء. اهلا. مرة تانية إن شاء الله، هلا ما فيني عن جد، كتير تأخرت. كل ما بدي، أوكي. لك بلاها أحسن، ما بيعجبها العجب. معقول؟ هلا صار عنده وقت لإله وما عنده وقت لإلي؟ لك شو عاجبها فيه هيدا؟ آخ بس على هالزمن. والله ما عم بفهم شيء. ما هيك؟ What are you doing? That's what I told you. That's what I teach you. Where is your brain? Yes, sir. Empty. Nothing. Disaster. Sorry. من حفر حفرة لأخي أخ وقع فيها. الهيئة هيدا ما صار له شيء. Are you okay, sir? Yes. فيك الخير والله. مرحبا محمد، كيفك؟ بدي اياك بكره تيجي عندي على الساعه 1. الله يخليك. ضروري؟ ايه ما في شيء، بكره بخبرك. اوكي يلا بشوفك بكره. شكرا، باي باي. ما تكون قايلت له شيء السكرتيره. شو بده مني؟ شو بده؟ ما بعرف، شغل لي بالي. شو ممكن يكون؟ شو ممكن يكون يعني؟ ما بعرف. حكي معي بطريقة ما عجبتني. ليه أنا بالذات بدي أشوفني؟ ليه؟ شو فيه؟
وليه هلا؟ ما أنا أعطيت الريبورت وخلص. فنشوف. مرحبا. أهلين محمد. معي موعد مع مستر هاني. عارفة. إيه تيجي دخلك إن شاء الله. مرحبا مستر هاني. رحنا فيها. ليه هيك عم يضحك؟ مش عم بفهم شيء يا عمي، مش عم بفهم شيء. محمد، بدي اعرفك على اور نيو جروب بزنس ديفلوبمنت مانجر مستر محسن. يو اي مستر محمد، يو ديد ريلي جود جاب. اي ام ساد اباوت اونلي وان ثينج فروم يو. You just throw my best bed. خود تفضل. It's for me. Thank you. الله يفرحك دائما. آه بس على هالزمن. إنه هيدا بس اللي زعشك منه. قال شو؟ الإدارة عملوا فيه مقلب ليختبروني بشغلي. وهلا صار بدهم يكرموني بعصافير الفرح. يا سلام بس لطيفين والله. Thank you, thank you. وهلا أكيد رحنا فيها. Thank you.